مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا بكم بث مباشر هنا من مدينه الدار البيضاء. وطبعا يحضر معنا اعضاء من جمعيه ديما ديما وداد المسانده الفريق الاحمر للحديث حول الاقصاء المرير لفريق الوداد الرياضي امام خصم متواضع فريق كيزر شيفت، فريق كيعرف فقط يدافع. فلاجل الحديث عن الحيثيات ديال هذا الهزيمه وهذا الاقصاء، فكيحضر معايا حمود مطالب رئيس جمعيه ديما ديما وداد، وكذلك احسن حسن احسن احسن اخ حسن تاهو كذلك مع نفس الجمعيه. سي حسن مرحبا بك معنا على قناه. شكرا شكرا. انك تابعت المقابله ديال الذهاب والاياب وكيفاش شفت الاقصاء ديال فريق الوداد الرياضي من هذا المنافس. اولا شكرا على هذه الاستضافه. بالنسبه للمقابله ديال الذهاب والاياب، مقابله بدرجه بحال بحال، ما كاينش شي فرق بيناتهم. الوداد البيضاوي كان يستاهل الانتصار، ولكن الاخطاء اللي دار المدرب اخطاء بالجمله. اللعابه عندهم ماتشات، عندهم الماتش ديال لالي كيلعبوا نص السيمانه، وصلت المقابله ديال لالي بالدارجه متقدقين، ما فيهم ما يتشاف، متحطحين. علاش؟ حيت المدرب ما برمش ما ما ما, ما رتبش البرمجه للعاب مزيان بالعربيه، على ان حنا تقريبا عندنا 22 لعاب كنلعبوا ب 11. العام اللي فات هذاك الرئيس شرى 12 لعاب، فينا هما؟ ما شفنا منهم حتى لعاب الا سكوما. اذا فين هي الفرقه؟ سكوما ما كيلعبش يعني، وسكوما ما تيلعبش كما قلت، يلعب ماتش واحد في هذا العام كله. او ما يمكنش. كتشوف ان المدرب حاول انه يدير في مقابله بركان ودخل الفريق الثاني، كان هذا الشيء كان عليه يكون قبل من تماما كان المدرب ان 11 لاعب الاخرين اللي دخلهم من نهار الاربع كونتر بركان كان يلعبهم قبل باش ينشازموا، وكاين تقريبا شي خمسه لعابه من الفريق الثاني كان على الاقل يدخلهم في هذا الروتور. راه مزيانين، علاش؟ معول ديما هو على 11 لعاب. هو تيقول في التصريحات ديالو تيقول ما يمكنش ليا نغير التشكيله اللي كتكون التدريبات. حنا ما قلناش ليه غير 11 لعاب، حنا كنقولوا تقريبا 11 لعاب كاينه في الفرقه ياك. ومني كتدخل بالتشكيله، ملي كتبغي تمشي اي دوله مثلا، واش كتمشي 11 لعاب؟ كتمشي 22 لعاب. فينا هما دوك 11 اخرين؟ فينا هما؟ احتياطات، ما كاينش احتياط، كيبقى مريح ما كيدخلهمش، كيدخلهم حتى الدقائق الاخيره. ما يمكنش مدرب كيدير اخطاء بالجمله والرئيس ساكت، ورئيس الجامعه براسو نيت ديك المره. شحال مقابله لعبنا الاربع لحد الاربع لحد، وعارف بان الفريق الوداد البيضاوي فريق كيمثل المغرب، على الاقل يبرمجهم ما يلعبوش نهار الاربع. ولكن البرمجه سعيد النصيري، انا كنقول لك سعيد النصيري، ها هو سعيد النصيري ماشي رئيس ديال الوداد. كتبغي انت كرئيس ديال الفريق ديالك، فريق ديالك كتبغي ليه الهلاك بالدارجه؟ ما يمكنش. انا الشيء ما اخطا، شوف اخطا بالجمله بالنسبه للرئيس او المدرب وحتى اللعاب. العبد راك شتو عياو، واش اللعاب اللي كتقول يدخل يقول لك لا ما ندخلش؟ بطبيعه الحال غيدخل، ولكن المدرب اللي خصو المدرب خصو يبرمج المباريات. يعني 11 لعاب قد تدخل ديما هي لا في الاربع ولا في الخميس ولا في الحد الاربع، بزاف. ما يعني تنعرفوا ان حتى الفرق العالميه الكبرى وكذا، يعني فاش يكون لعب على واحد ثلاثه ولا اربعه الواجهات كتحاول دير ديك المداوره، هادشي ما شفناش فريق الوداد. ورا هذا هو المشكل، بعض المرات كاينين شي فرق بلا ما نسميهم تيقول لك الوداد عنده 11 لاعب، بينما ان الفريق الوداد البيضاء عنده 22 لاعب. وراكم شفتوا نهار الاربعاء اللي فات الفريق الثاني برهن على انه فريق كاين. ما لا حول ولا قوة الا بالله. شنو نقول للرئيس والمدرب؟ تفضل حمودة. اكيد انك تتابعتي المقابلات، يعني لا المقابلات الاخيرة ديال فريق الوداد الرياضي، لا المقابلات ديال فريق الوداد مع كيزر شيفت، وكذلك المقابلات اللي لعبها فريق الوداد الرياضي بالفريق الثاني. يعني لمن كتحمل المسؤولية ديال هاد الحمد لله وشكرا. السلام عليكم. كنشكروا الاداره شوف تي في سي سامي الاعلامي والصحفي على هذا اللقاء الصحفي، خصوصا المقابله الوداد بالامس، لانه تفرج في مقابله على اعصاب
وهاد المقابله لان المقابله اللي كانت مصيريه وكنا معولين انه كاليفيكاسيون ان ندوزو للفينال، وهذا باش انه على الاقل الوداد تدوز الشامبيونز ليغ وندخلوا البطوله مرتاحين، لان بالامس انا كنحمل المسؤوليه 90 درجه السي بنزرت المدرب الموديل ديال الفريق الوداد البيضاوي، لان مؤخرا لان كيمشي حتى الشامبيونز ليغ كيدير الاخطاء بالجمله، اخطاء تقنيه في شونجمون، لان كما قال الاخ حسين الفاعل الرياضي كعضو مكتب تو في جمعيه ديال مدينه الوداد انه المدرب ما كيخدمش على التكتيك، ربما كنحمل المدرب وستاف تكنيك، لان ما كاينش البرمجه التقنيه، ما كاينش واحد التنسيق ما بين الاداره التقنيه وما بين المدرب باش انه لي شونجمون تكنيك بوغ لو تيغان، لان البارح لانه كنلقاهم كيزكلوا 17 محاوله ولا 18 محاوله ولا بيت دخل، كنا معولين غير يماركو ان بوان ولا وتلك ان بوان مغربي على الاقل غير كاليزو مشو مشو البيرنتيات، فاذا ما لقينا لا ما ماركا ولا بيت الاول لا الثاني لا والو، ولو كاين 17 محاوله ما تزكرت ما ماركا وتامين، يعني لان حنا كوداديين حنا وكجمعيه ديال المجتمع حنا ولا نلعب الاعصاب البارح ما نعسناش البارح الليل كامل الاعصاب، لعبنا على بزاف د الحوايج، لان علاش المدرب كنحملوا سنا سيرين كنشكر مرضى لانه شرى اللعابه خرج ميزانيه ماليه مهمه، شرى ذاك الليبيله مون كلهم كانوا مخربقين وسط التيران، ما كانش واحد التنسيق في الخطط ديال المدرب، لان المدرب هو الشيفور، المدرب الا كان غادي مزيان راه غادي يسوق بالقافله، ما كانش مزيان راه غادي يقلب الحافله، لانه يتحمل خساره اكبر هو المدرب وسطاف التكنيك ديالو، المدرب والمساعد ديالو كنحملوا مسؤوليه لانه ما كانش يساعدوا في السطاف التكنيك في لو شونجمون. مبدا المداوره اللي ما داروهاش فريق الوداد الرياضي كما تيقول البنزر في التصريحات ديالو، تيقول لك انا ما يمكنش لي نغير 11 لاعب اللي كيجيبوا لي الربحات، واش تتفق مع التصريحات ديالو؟ لا ما متفقش معاه 100%، لان علاش عندك مثلا عندك لعابه ما خدامين في التيران وما محركينش اللعب ما كاينش لو بالو لو جو، خصنا عندي تركاب عندي دري صغار عندي لي سبور، راه عندك فريقات علاش عكس الراجا كيبان لهم فرقه عيانه يعني كيجيبوا دري صغار كيطلعوا اللي عندك ترسانه بشريه وهذا ماشي، حنا كنقول انا كنطالبوا لان انا علاش ما يعتمدش على الدراري الصغار، هذيك كونتر بركان دخل الدراري الصغار ربحوا، وكذلك علاش ما يدخلش على الاقل يشونج واحد 50% ديال التركب. وكذلك انا كنحمل المسؤوليه ديال السي محمد القجع فوز القجع، لان علاش ما كاينش شحال مره كنشوفوا كيخدم لا بوليتيك مع الوداد، لان علاش ما كيعاونش الوداد وما ربما كتعاني مع التحكيم كتعاني بزاف الاقصاءات وما كيتعاونش مع السي القجع بحكم كيعتمد على المصالح الشخصيه ديالو وكيعاون المصالح الانديه الاخرين. هنا كلوبيات سياسي في هذا الامر. سنه ولكن السياسي نورمالمون خاص يوقع مع الوداد، ما كيوقعش مع الوداد نورمالمون خاص يكون في شاد مع في السراء والدراء، ما كنلقاوش شحال من مجموعه ديال المقابلات ما كنلقاوش. لا الجميع على اصبح احترافيه كان باجدر يعني توفر واحد الظروف ملائمه للممثلين، ما كنهضروش على الوداد فقط، كنهضروا على الممثلين ديال كره القدم الوطنيه مشاركين في كؤوس افريقيا. ما كان متلبس انهم يرومبورتيو هذه المقابلات لانك وصلتي واحد المرحله اللي هي نصف النهائيه وانت كنتي مشرف على ايه، الرئيس الجامعه الملكي هو اللي خصو رومبورتي لانه هو اللي عنده الصلاحيه، خصو يهضر مع الكاف حكمه في المكتب التنفيذي ديال الكاف نورمالمون خصو يصيفط مراسله لنظرا للماتشات ديال البطوله وهذا روبورتي باش رومبورتي البطوله رومبورتي البطوله باش باش حتى اللعابه ربما انا نقول لا فاتيك العايا الطاقم التقنيك والمدربين المدرب هذا، لانه كيطلب خصو يطلب تاجيل نظرا للعابه ما واجدينش، يعني كيلعبوا لعبوا الشامبيونز ليغ شويه صعيبه قضيه، راك شتي البارح مع انه وصلت البوطوم وكيزكلوا ماشي اللي كاين. مهدي اكيد انت تابعتي المقابله ديال الوداد الرياضي امام كيزر شيت، فالجماهير الوداديه فالعديد من الناحيه من المسؤوليه ديالهم المدرب الفريق فوزي البنزرتي، كيفاش انت شفتي هذه المقابله؟ واش انت متفق معهم ان مسؤوليه كبيره كيتحملها المدرب فوزي البنزرتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لشوف تي في، شكرا الاخ سمير على الاستضافه. اول حاجه بعد الاقصاء المر من نصف نهايه عصبه الابطال الافريقية، اقصاء مر كيف تنقولوا مر عند الجماهير الوداديه كافه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، اقصاء مر
ان الوداد ما تنقولوش الوداد كانوا خايبين ولا كانوا نادي الوداد الرياضي اللعابه البارح داروا المجهود الكبير داروه، ولكن ما يلوم واللي تيلوموا عليه ومده حنا تنطالبوا به كجماهير الوداد الرياضي هو ان المداوره ما كانتش على السير البنزرتي. مع احتراماتي لك السير البنزرتي ما دورتيش فرقه قبل من مباراه اللالي هنا، كانت عندنا مباراه ديال الزمامره ديال نهضه الزمامره، علاش انني ندخل ليكيب الاولى اللي تتلعب بها الشامبيونز ليغ؟ كان عندك لعاب الفرقه اللي لعبتي بها بركان، تا خسرتي المباراه هنا ديال لالي 1-0 باش عولتي على دوك الدراري اللي ما كنتيش عاطيهم الثقه وما عاطيهمش بحال دار بزاف ديال الاخطاء. مشينا لعبنا مع كيف سيفس في المجموعات، صيفتي الفريق كيف تقول انتوما فريق ثاني، انا ما تنحسبوش فريق ثاني، ها كلهم عندهم عقود احترافيه، ما عندكش فريق ثاني، كلهم عندهم عقود احترافيه، صيفتيهم مع حموده بن شريفه، علاش صيفتيهم مع حموده بن شريفه؟ كان عليك تمشي مع دوك الدراري وتثيق بهم وتثيق فيهم وتمشي معاهم الثق، ها السي البنزرتي. مشكل مداوره ما كانش، وهادشي كنا تنطالبوا به مده، طالبنا بالسكومه مده، حتى البارح والمباراة ديال بركان عاد باش دخلتيني السكومة تضحك على الجمهور ديال الوداد الرياضي السي البنزرتي. مع احتراماتي لك انك كيف تيقولوا شيخ المدربين ولا هادي ولكن ترفع لك القبعة ان تلعبوا بواحد السيستم دو جون كذا الى اخره، هادشي تيقعد ما تينكرو، ولكن انك همشتي بعض اللاعبين، تهميش كان عندك تهميش لبعض اللاعبين. جميع الاخبار المتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيقول لك ان الابن ديالو اللي هو المناجر ديالو الايمن تيقول لك انه كاين تيتفاوض مع فريق الزمالك، تيتفاوض مع فرق اخرى، ولكن هادشي ما تيمنعش عليك حتى هو راه مكرهش انه يكون بطل عصبه الابطال باش عتاني الكوطه ديالو تطلع وكذا، وباش مشى من الوداد يمشي بواحد الثمن باهظ انه راه مدي عصبه الابطال، ماشي هو اللي خارج من نصف النهائي. هادشي متي يعني انت كباقي جماهير بالمسؤوليه والمسؤوليه عتاني كاينه مسؤوليه اخرى. السي سمير هو المسؤوليه ديال رئيس الجامعه الملكيه المغربيه كره القدم السي القجع، ان الوداد خسرت لاسومي اللي فاتت هنا في الاياب ديال عصبه الابطال الافريقيه، تتعيط على السعاده الرئيس ديال نادي الوداد الرياضي، جيب الفرقه جيب نادي الوداد الرياضي توجدوا تهيئوا معنويا، دخلوا عندك الكونسونتراسيون المركب محمد السادس في مدينة الرباط، دخلهم حيت الوداد راه تتمثل المغرب، اما تتمثلش النادي ككل ولا جماهير، تتمثل المغرب المغاربة من طنجة حتى للقويرة. الوداد كانت هازة الدرابو ديال البلاد في أغلى مسابقة إفريقية، أنك تجي تعيط الرئيس ديال الوداد تقول لي جيب الفرقة جيبها عندي، جيب المركز محمد السادس ويدير كونسونتراسيون تماك وريحوا تماك ويوجدوا ذهنيا، وانك دير زياره لعد اللاعبين السي القجع وترفع عليهم المعنويات ديالهم، لان راه بيهم وبالوداد اللي مشات الفينال راه بيهم، لان الكوطه ديالك تطلع وتتا انك رئيس جامعه راه الوداد لحقات الفينال في العهد ديالك. ديما تتخوي بينا السي القجع، خويتي بينا في المشكل ديال راديس اللي كنتي تقول انني انا الوداد انا ما عرضوش عليا وهادي وكذا، هذا فيلم بوحدو بلا ما نهضروا عليه السي القجع. على الوداد دير حفله باش تعرض عليك، راه تتمثل الكره الوطنيه خاصك تمشي معاها وتكون واقف معاها. البارح شفنا مشكل ديال التحكيم وما تدافعش علينا في لاكاف السي القجع. البارح واش عرفنا الفار واش خدام ولا ما خدامش؟ الله اعلم. دير لينا ذاك الحكم، دير لينا السيدي موتي تيورك ثلاثه بلانتيات، كيف قالوا المحللين ديال القنوات اللي كانوا ناقلين المباراة انهم كاينين بيلانتيات، ولكن شكون تيدافع عليك في لاكاف؟
شكون تيدافع عليك هنا؟ ما كاينش. الوداد عندها البيبليك ديالها، الوداد عندها جمهور اللي تيدافع عليها، ما كاين حتى واحد تيدافع عليها، لا في الجامعه لا في العصبه لا في لاكاف لا في حتى حاجه، في جميع المسابقات الوداد الجمهور ديالها هو اللي تيخرج، هو اللي تيهضر، هو اللي تيتكلم، من غير جمهور لا والو. كاين الوداد الامه الجمهور ديالها اللي تيتكلم عليها. وشكرا.